الذي حدث هو أن الإرياني استلم الحكومة لأن المشير السلال غادر البلاد، نعم. لم يقم بانقلاب. فبعد ما غادر رجال القوات المسلحة والقوى الفاعلة في صنعاء، الصاعقة والمظلات تحديدا، الصاعقة والمظلات بالذات والحرس الجمهوري، وجدوا أنه لابد من أن نملأ الفراغ، فذهبوا إلى القاضي الإرياني وإلى الحمار وإلي وإلى آخرين وقالوا البلاد في خطر والملكيين على الأبواب، ولابد من قيام نظام وضع جديد يصد هذا. فعين، فطلع القاضي عبد الرحمن الإرياني رئيسا للمجلس الجمهوري، الشيخ محمد علي عثمان عضو مجلس الجمهوري، والنعمان عضوا في المجلس الجمهوري رغم أنه في بيروت لم يعد، وكلفت في تشكيل الوزارة، تشكيل الحكومة. تشكيل الحكومة كان هذا أول تكليف لك ذلك الوقت في عام 67. لماذا اختير العيني تحديدا ذلك الوقت؟ سألهم مخطئين ذلك الوقت، مخطئين. شكلت الوزارة، وفي المساء واجتمع مجلس الوزراء فاقترحت عليهم، جمعتهم أنت بعد ما شكلت الوزارة؟ بعد ما شكلت الوزارة وقلت لهم أول عمل يجب أن نقوم به هو أن نعيد الصلة بالقاهرة، قواتها قد انسحبت، وهؤلاء الإرياني والآخرين كانوا محتجزين في القاهرة، فلا بد أن نعيد. والسلال ترك اليمن. إلى أين اتجه بعد روسيا؟ هو اتجه في الأول إلى القاهرة، وبعدين بغداد، وبعدين روسيا. فقلت لهم أنه قد يكون هناك إحساس بالجفاء بين صنعاء والقاهرة بعد خروج السلال وتشكيل الوزارة من هؤلاء. أنت توقعت أن القاهرة غير راضية عن هذا؟ مش غير راضية، المهم أنه في برودة في الجو. فقلت لهم أنا أنوي زيارة القاهرة مباشرة، جبر خاضر وإعادة لحمة وصلة، لأن هؤلاء حلفائنا. فمجلس الوزراء وافقني على هذا، فأفاجأ بأن ضباط الجيش يذهبون إلى الرئيس الإرياني في الليل ويقولون له هذا رئيس الوزراء يريد أن يزور القاهرة ونحن غير موافقين على زيارته. المؤسسة العسكرية، نعم، كانوا مستائين من اللجنة الثلاثية التي جاءت إلى صنعاء وقاموا بمظاهرة ضدها وكذا، إيش يروح يعمل في القاهرة الآن وقد تخلت عنه. فدعاني الرئيس الإرياني إلى القصر الجمهوري وهم موجودين، وقال لي الأخوان معترضين وما فيش داعي لزيارة القاهرة الآن وكذا. قلت له أبدا أنا أتمسك بها. قلت له أولا القاهرة هي التي دعمت الجمهورية وعملت كل شيء من أجلها، نعم. والآن ربما يكون هناك إحساس بعد مظاهرات صنعاء، بعد مغادرة الرئيس السلال، ربما يكون في شعور بأن في جفاء بين صنعاء والقاهرة، ونحن لا نستطيع أبدا أن نستغني عن القاهرة، ونحن ما زلنا في مواجهة مع الملكيين والسعوديين والكذا. هذا مبررك أنت أنه لا 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 غنى لنا عن القاهرة. نعم. وهم مبررهم ماذا؟ أنه مبررهم أن القاهرة تخلت عنا في مؤتمر الخرطوم، شكلت لجنة ثلاثية إلى آخره. قلت لهم أنا هذا كله أمور جانبية، لكن أنا سأذهب، وأصريت. فقالوا لي طيب إذا ذهبت إلى القاهرة يجب ألا يعود معك الضباط الموجودين هناك، وهم الفريق العمري وعلي سيف الخولاني ودفعي، كثيرين من الضباط. كونهم من رفاق السلال؟ مش من رفاق السلال، هم كانوا هم وطنيين ولكن كانوا مبعدين زي كثيرين من فقلت لهم كيف؟ يعني نحن الآن في معركة كبيرة، أقوم أطلب من الفريق العمري والآخرين ألا يعودوا إلى اليمن؟ هذا مستحيل. قالوا لي أبدا هذا شرطنا. أسبابهم في ذلك يا أستاذ محسن؟ أسبابهم يريدوا ينفردوا بالحكم، شباب طايش جديد متحمس، والعمري له ثقله، والعمري له ثقته ووزنه، والدفعي وعلي سيف الخولاني كثيرين. فقالوا ما يرجعوا أبدا. فأنا ذهبت القاهرة، خضعت لهذا، والإرياني قال لي ما عليش ما. فذهبت إلى القاهرة
وقالوا لي كرئيس حتى وزراء. أنت عبد الناس راح يحبسك، قالوا لي، قلت لهم يحبسني. فتوجهت إلى القاهرة واستقبلت أكرم استقبال، وذهبت إلى الرئيس عبد الناصر وأنزلني في قصر الطاهرة وعملنا أكرم معاملة.